بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد بعنوان أزاي كيمستس، يعني في الصيدلية. How much are these؟ يعني كم ثمنهم؟ They are 1 pound each، يعني إنهم بجنيه للواحد. Wow that's cheap، I'll take 3. Wow إنه رخيص الثمن، سوف آخذ 3 منهم. Okay that's 3 pounds، حسنا يتكلف 3 جنيهات. Hey, don't forget your change. Hey, لا تنس الباقي من النقود. Oops, thanks a lot. يعني oops, شكرا جزيلا. Word time يعني وقت للكلمات. Money يعني نقود. Shampoo اللي هو الشامبو. Perfume اللي هو البرفان. Soup اللي هو الصابون. Medicine اللي هو العلاج. هناخده half. هاف يعني يمتلك. بتاخد هاف الضمائر الآتية، بتاخد I و we و they و you والاسم الجمع. زي I have some money. I have some money يعني أنا أمتلك بعض النقود. We have some apples يعني نحن نمتلك بعض التفاح، وهكذا بقى. هاز برضو يعني يمتلك، بس خدت ضمائر تانية. ايه هي؟ he و she و it والاسم المفرد. يعني ايه؟ هقول he has some books، يعني هو يمتلك بعض الكتب. she has some dolls، يعني هي تمتلك بعض العرايس، وهكذا. النفي بقى ازاي ينفي have وازاي ينفي has. مع have بتتنفى don't have. يعني اقول ايه؟ I don't have any money. وsome تتحول لاني. ناخد بالنا ان some في النفي بتتحول لاني. يبقى اقول I don't have any money. We don't have any apples. وهكذا. Has بتتنفى ب doesn't have. Have has بتتنفى ب doesn't have. برجع الفعل في المصدر. برجع has للفعل في المصدر. زي ايه؟ He doesn't have any books. وصمت بتتحول. زي ايه بقى؟ He doesn't have any books. يعني هو لا يمتلك اي كتب. نلاحظ ان صامت تحولت لاني، واني يعني معناها اي. She doesn't have any dolls، يعني هي لا تمتلك اي عرايس. اني برضو صامت تحولت لاني، وهكذا. choose بقى، choose يعني اختار. he a some soup. he a بتاخد ايه؟ has ولا have؟ صح تبقى has. زي ايه؟ any money. عندنا any يعني هنفيها. have بتتنفى بايه؟ بdon't، تبقى don't have. هقرا لكم التانيين بس انتم بقى تحلوها. I a some shampoo. she a any soup. we a some medicines. وبكده اكون خلصت الدرس. اتمنى تكونوا استفدتم وبعد فهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.